انا ما لقيتش مين باش نعول، انا نعول كل عام نعول في الكسكسي، انا ما لقيتش السميد. الكواش منين يجيب في السميد يخرج في السميد الخبز نتاع السميد، لا ما عادش هذاك العادي. هذا يا خويا نحيها لنا، رجعونا خبزنا كما كنا كما كنا. انا راني معاكم اللي تخليه في العباد حتى توصلوا زوز ملاين وزوز ملاين ونص ضو الى تجي تهز له الكونتير. في زمان كانت 200-300 قصوا الضو، اخويا رجعوا 200-300 قصوا الضو خليه يخلص، عليه تخليه حتى زوز ملاين ونص الماء كيف كيف؟ لا 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 لا، انا بنتي ورجالها خلصوا دوني 2000 غوي كلك البطو مشوا جاي ما يخلصوا شويه خاطر عندهم حاجه ورا الكرمه لا فيغيتي مش مشكل. ونجيو لهنا عذاب شديد، راني بلادنا راهو باهيه خايبه راي بلادي، راني ما نتكلمش على بلادي خارج الوطن، هذه نحيها من راسكم. خارج الوطن تونس ما ثماش اختها، مي هاني هنا بحذاكم، هاني هنا عندكم. علاش قاعدين نشوفوا في الانسانيه اللي عند المواطن تلقاها موجوده في دول اخرى، في تونس ما نلقاوهاش؟ باهي انا باش نحكي لك حاجه، ممكن اول مره باش تسمعها، انا نعيش في الخارج، نعيش في فرنسا. ريت الموضوع نتاع الخبزه، موضوع حبيت نجبدك على موضوع الخبز. انا عندي تو قريب الشهر لهنا، لكن ما مشيتش خذيت الخبز 7.5 ولا 7 من المغازان جينيرال ولا من عند العطار، كنت متهني راز نهارها ما ثماش خبز، خاطر انا محاله مريضه عندي بروبليم نتاع الجنو، محاله انا باش نمشي نشد الصف للسمش باش نخلص خبزه بفلوسي بفلوسي وزيد نشد عليها الصف. انا لوراب باش نحكي لك موضوع الخبز بقى موجود، الكات باغيت 2 أورو، كات باغيت 2 أورو، كي تاخذ 3 لتر، اما تاخذ 4 ب 2 أورو. العشيه قبل الفيرميتور تاع البولونجوري ولا لي ماغازان جينيرال ولا لو، ممنوع منع بتاتا، لا يبات فيها خبز لا جاتو لا باو شوكولا على الحشا، يمدوه بلاش بلاش علاش ما تبلاش بلاش ما تبتش حتى كعبه. راكم يا الفرنسيس كيما العرب، تمشي البولونجري مع 8 قبل 7 ونص خطر الوقت هذاك يسكروا وقت الفيرميتور، انت تدخل تقول له اعطيني باغيت يمدها لك بلاش، وزيد يقول لك تحب 2 ويحط لك باو شوكولا يحط لك جاتو ويحط لك شويه شويه، بلاش بلاش بلاش. عمرنا ما شدينا الصف على الخبز، هذه حاجه شيء توجع القلب توجع القلب. انا نجيب فلوس يا راه مش اعانه، ممكن كان باش تمدوها لنا لله والله ما يسالش يا سيدي نشد الصف حتى يخلط لي طريقي، ما هذا بفلوسنا بفلوسنا. خبز انواع نتاع خبز اللي عمري ما ريت، ان خبزنا العادي، خبز هذاك ابو كيلو كنا قبل نقولوا لها خبز طليان، شنو هي باقيت من با 90 غرام 100 غرام راهو راهي جيده 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 جيده، تقول عليها وانت بفلوسك والصف ضربتك السمش حاشا من يسمعك عليه هكا رسول الله عليه. شنو الخبز هذا اللي خرجوه؟ كوش انا احكي لك ممكن 60-70%، انا ما لقيتش سميد باش نعول، انا نعول كل عام نعول في الكسكسي، انا ما لقيتش سميد. الكواش منين يجيب في السميد يخرج في السميد الخبز نتاع السميد، لا ما عادش هذاك العادي. هذا يا خويا نحيها لنا، رجعونا خبزنا كما كنا كما كنا. وكوش هذه نتاع السميد ولا نتاع بالكركم ولا نتاع اسمه نتاع النخاله، كنا نعطيو فيها الكلاب النخاله قبل، النخاله كنت نعرفها ياكلوا فيها صلي على النبي. والله يا ولدي تمنوا من بالله يحبوا يضحكوا قولوا اللي تحبوا، انا مماتي كانت النخاله تنفخ فيها للكلاب ياكلوا فيها. صبحنا اليوم تشري فيها بدينار ولا ب 900 فرنك ولا درشنا مش مشكل، ثم ناس تشري فيها انا ربي معاهم، هم قالوا دواء انا ما عرفتش النخاله دواء مش ناكلها. والله شيء اسف شيء يوجع القلب. شنو يجينا بفلوس خبز انا من القاعشة خبز من القاعش؟ شنو هي مشكله شا؟ اسمعني انا في الحمامات الشماليه، راني مانيش في السود، راني مانيش او بورد لا مير، راني في حي شعبي. انا 8 نتاع الليل يقص عليا في الماء، لا اله الا الله محمد رسول الله، انا نخلص فيك بفلوسي. انا جايه من برا ولا نعيش حتى مع اخواتي لهنا، انا تونسيه راه تونسيه، نجي انا بفلوسي مخلصه ماية وضوي، نجي انا 8 تقص عليا في الماء، نحب نعرفهاش تقص عليا في الماء، انا في ثانيه عليه في الاحياء الراقيه. انا سالت ولادي يمشوا للوتله، بالله قلت لهم قص عليكم الماء 9-10؟ قالوا لا الماء موجود. قص عليكم الضوء؟ لا الضوء موجود. على هذاك خلص الماء والضوء انا مانيش نخلص فيها. انا حبيت نعرف شنو معناتها 9 نتاع الليل، اللي ندرى 9 نتاع الليل انا باش نقوم نسيقه باش نقوم ما عنديش جنينه راه باش نسقيه،
ما عنديش، انا نحب نحل نلقى الماء. مانيش خالصة عندكم ألف حق وحق زايد. قصوا يا خويا اللي ما خلاش، قصوا عليه الماء، قصوا عليه الضوء. انا راني معاكم، انا راني معاكم. اللي تخليه في العباد حتى توصلوا زوز ملايين وزوز ملايين ونص ضوء، الا تجي تهز له الكونتير. في زمان كانت 200 300 قصوا الضوء. يا خويا ارجعوا 200 300 قصوا الضوء، خليه يخلص. عليه تخليه حتى زوز ملايين زوز ملايين ونص الماء كيف كيف؟ لا 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 لا، ارجعوا ارجعوا جاي زمان، ارجعوا كيما كنا كيما كنا. راهي بلادنا، رانا نحبوها، رانا في الخير معاكم، رانا في الشر معاكم. رانا حاجه هذه حكايه نتاع خبز ونتاع ماء ونتاع ضوء تقصوا فيه في الليل طاقه. انا طاقه تفاضه الماء الشتاء اللي جات حتى السسمو هذاك اللي تاع زيت حل علينا احنا. رانا نتبعوا، ممكن احنا نتبعوا اكثر من اللي انتم ما تتبعوا فيه. يرحم والديكم، بارك الله فيكم، ان شاء الله ان شاء الله تلبيونا. كان نسالك نعم، نقول لك شنو الفرق بين الإدارة التونسية والإدارة الفرنسية؟ الإدارة التونسية عندهم جملة محلاها على الأخ، أرجع غدو. بصراحة ما فرق كبير، احنا ولات كل شيء بالتليفون، كل شيء بالإنترنت. أي حاجة شنو على الرقم أنا تو؟ حاجة ما ثماش منها تاع هنا الإدارة، اسمه الريزو طايح، المعلم خرج، أرجع غدوة. أنا عندي أوراق نعمل فيها في الإدارات هنا، راني أوراق نعمل فيها في الإدارات. حاجه هل احنا قاعدين نتقدموا ولا قاعدين نوخروا؟ حليش هذيك الانترنت عملناها؟ كيفاش واحد تقول له تنجم تعمله من قريب تطلب السيستم هذيك الاكسيدونسونس تسمو المضمون، تنجم تعمله في دارك. اما لا، بعد تجيبوا صحفي في البلديه. حليش هذي احنا ليه؟ احنا كي نطلبوا نعمله بالانترنت ويجيني يجيني حاضر باش الضو ما يجيوناش. ريت الضو ما يجيوناش للدار. راهو عندهم حاجه يشوفوا بها الضو ويبعثونا كل شيء، اس ام اس، ميساج، ايميل، نخلصوا وانا قاعده في داري. الماء نخلصوا فيه عام مع الشارج، راه معناش الماء يجي الشارج في العام. كان كريت اكثر يبعثوا لي، كان عندي عندهم يقولوا لي راه عندك بقات عندنا 100 اورو، تحبي نبعثوها لك ولا تخليها هنا؟ لقيت روحي مخلصة الضو 53 دينار أكثر من الفاتورة. قال لي لا ما نعطيها لكش 53، من إن شاء الله خليها على فاتورة جاية. أما مش مشكل، مش مشكل. أما الإدارات راهو صفر على صفر، كل 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 صراحة. ممكن نحكيو عن النقلة التونسية، أنت جيت على الطيارة ولا على على البطو؟ أنا نجي على السنين مرة جيت. كنقول لك أنا البطو اليوم ما يوصل المواطن التونسي يعيش لبرا باش يجي لتونس، مسكين كان ما يوصل يخلص 9 ملايين باش يجي. صحيح صحيح، اكثر من 2500 اورو العائله اكثر. اهو انا نحكي لك اكثر، انا بنتي ورجلها خلصوا داوني 2000 اورو كلك. الباتو مشوا جاي ما يخلصوا شويه خاطر عندهم حاجه ورا الكهرباء. لا فيغيتي، مش مشكل. ونجيو لهنا عذاب شديد راه بصراحه تام. يا خويا عندكم الحق، والله 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 راني معاكم، مانيش ضدكم. عندكم ألف حق في الأداءات تعملوا فيها. ثم سكانير، بالله سامحني، ثم سكانير، دي سكانير كيما اللي يعديوها على البشر، كرشو تشوف شنو اللي فيها. الكميونة ولا بالحق الكميونة ولا الكهرباء ولا اللي هو، في السكانير تبان إذا كان ثم حاجة ممنوعة باش تدخل. راهو عندكم ألف حق وحق زايد، راني معاكم. هبط، اما تبدا كرهبة ما فيها حد شيء تقول له هبط وتو نرجع لك، هبط تو نرجع لك. هو محطهم غادي الا ما وجه ولا ثق فيه، وهنا يهبطهم ويقعد يتبع فيك وانت هزيت الباسبور ومشيت. راهم معاهم صغار، راهو عندكم ألف حق. راهو انتوما يعني كي تخزروا البشر تعرفوا شنو اللي عنده. نقول لك حاجه من الاخر، كي تخزر الوجه البشر اللي يسوق مرا ولا راجل راك تعرفها شنو اللي عندها ولا شنو اللي ما عندهاش. وعند بجاه ربي اخدموا خدمتكم على قاعده، جيتكم بجاه ربي. كلمه طار كل بار. كلمه الختام مدام. نعم. الختام يظهر لي لازم يحترموا مواطنينا بالخارج، خاطر ما نعرفش فما تشكيات مواطنينا في الخارج من ناحيه الفلوس الاداءات، ما عادش يحب يجيو لتونس. لا لا بالحق ما عادش يحبونا، والله نحكي لهم اللعب والله العظيم. رانا اخواتكم، رانا توانسه. تحب نوريك بطاقه تعريفي؟ نوريك بطاقه تعريفي. راني تونسيه بو عجد، راني بلادنا راهو باهيه خايبه راهي بلادي. راني ما نتكلمش على بلادي خارج الوطن،
هذه نحيها من راسكم. خارج الوطن تونس ما ثماش اختها، مي هاني هنا بحذاكم، هاني هنا عندكم، تلاهوا بينا، ارفقوا بينا، رفقوا بينا. احنا رانا غديكا لنا فرنسيس، وهنا ولينا مانيش توانس، انا ديزيميغري لبرا، ديزيميغري لهنا، رانا معاكم. جاه ربي تلاهوا بينا وتلاهوا بالبلاد، تلاهوا بالبلاد، تلاهوا بالبلاد، تلاهوا بها، نظفوا يا ولدي. انا نقول لكم تواري في شارع حبيب بورقيبه، يعني وجه البلاد، الزبله اللي ريتها بحذا المونوبري، بحذا ذاك الشارع شارل دي غول، يعني سونتر فيل. انا نقول لكم احياء شعبيه مشيت لها نظيفه 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 نظيفه، والله 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 احياء شعبيه، مش لازم نسميهم لكم، نظاف بالكدا بالكدا بالكدا. هنا السونتر وسط البلاد، انا ندور ياسر على سقايه، الكلها زبابل زبابل زبله، راه حاشاكم زبله زبله.